اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج ترندي. اليوم حلقتنا غنيه بالاخبار المنتشره مؤخرا على السوشيال ميديا وعم تنال اعجاب وردود فعل كثيره من رواد مواقع التواصل. نبتدي حلقتنا معكم بمقطع فيديو قديم تداول رواد مواقع التواصل بيوثق محاولة اغتيال فاشلة لملك بريطانيا الحالي تشارلز الثالث، وظهر بالفيديو المعاد تداوله الملك تشارلز الثالث بشبابه وهو واقف على إحدى المنصات لإلقاء كلمة للحضور بأستراليا عام 1994، وبينما كان عم يلقي كلمته حاول أحد المتواجدين بالمكان مهاجمته، ولكن الحرس الخاص فيه ألقى القبض على المتهم، وبينما ظل الملك واقف مكانه منشوف سوا الفيديو المعاد تداوله. منذ وفاة الملكة إليزابيث الثانية انتشر على وسائل التواصل مقطع فيديو مريب، قيل أنه للملكة الراحلة هي وعم ترمي الطعام لأطفال فقراء ومع مرافقتها، وأظهر الفيديو سيدتين عم يرموا قطع غير واضحة نحو أشخاص عم يلتقطوها على الأرض مع تعليقات منتقدة لهيدا التصرف المهين. لكن بعد البحث والتدقيق بالفيديو تأكد أنه المقطع مأخوذ من فيلم قصير للأخوين لوميير، وقد صور هذا الفيلم بفيتنام وعرض عام 1901، أي قبل من 20 سنة من ولادة الملكة الراحلة، وظهرت فيه مشاهد حقيقية لسيدتين فرنسيتين عم يرموا قطع نقدية لأطفال من السكان الأصليين. منشوف الفيديو. ننتقل على ماريوبول، حيث انتشر مقطع فيديو لمشهد بحديقة حيوانات ظهرت فيه كلبة من نوع جيرمان شيفرد وهي عم ترضع 4 أشبال من النمور حديثي الولادة. نشوف الفيديو مع بعض. Лежи. Постой, вот. Глупыши. Все, нашла? Леди, ты умничка. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بتظهر فيه طبيبة أسنان هي وعم تقوم بخلع ضرسها بنفسها بطريقة احترافية.
نروح سوا على الهند، حيث سقط رجل هندي على سكة الحديد ومرق فوق القطار حرفيا، مشهد بيقطع الأنفاس. وبلشت الناس بالتصوير لتوثيق لحظة موته، لكن تفاجأ الجميع بأنه وقف وحمل أغراضه وخرج سليم معافى بلا أي خدش. يلا نشوف سوا الفيديو. बहुत बहुत धन्यवाद भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया وبألمانيا، حيث ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو انتشر من العاصمة برلين بيظهر فيه حفل زفاف سوري بامتياز. ظهر بالفيديو شباب من سوريا عم يرقصوا ويغنوا وسط شارع واسع بالعاصمة الألمانية احتفالا بزفاف أحدهم. وعربيا، حيث تم تداول مقطع فيديو مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، ظهر فيه أب هو وعم يستلم شهادة ودرع بنته المتوفاة بحفل التخرج، ويلي كان مفروض تكون عم تستلمون هي بإيدها. أثار هيدا المقطع موجة كبيرة من التعاطف. وأظهر الفيديو الأب عمر محمد عصفور وسط زميلات بنته الطالبة الراحلة أمينة يلي توفت قبل أيام قليلة من الحفل، بحسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. وانهمرت دموع زميلات الطالبة الراحلة خلال وقوف والدها قبل ما يتبدل الحال فور النداء على اسمها، حتى ضجت القاعة بتصفيق حار تحية للشاب الراحلة. شرفني أن أحضر لهذا عن بلادي رحمة الله عليها والسلام إلى زمان والحمد لله رب العالمين. مشاهدينا، وصلنا لختام حلقتنا لليوم، نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا. انطرونا بترندز وفيديوز جديدة من ترندي.